اهلا وسهلا بكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دابا كنهضر معكم لان صافي ديجاجينا هذاك السداري اللي او الطلامط اللي دار لي هذاك عوجين. الفيديو هذا غتشوفوا فيه صراحه الصالون اللي عجبني فريمون، درتو عند واحد بروفيسيونال اللي صراحه قالت لي هذاك الشيء 70 درهم للمتر فقط. غنشوف بعلك راه كي يصوتوا هنا، غادي نشوف شي واحد مول دوك الماطر ويديهم ليا الماء. ما عندي ما ندير بهم، عا يقول لي شبنت لا خليهم تبدلي بهم. نو نو با ديت، وما نحتاجهمش اصلا، وما عنديش بلاصه فين نحطهم دابا، حتى الكراج عامر هنا عامر، ما كاينش فين نحطهم الفوق، باقي اللي تخافوا ديهم نعد امي تمايا. غيبقاو خاصين غير البونجات في الطرف، البونجات كحلين نو بونجات، وعاد الطلامط ديالهم يكونوا غير بالزرق السام. اوكي شوفوا البنات، ودابا مرحبا بكم، انوريكم الصالون الجديد. تسناو المفاجاه، راه باينه فيكم شي بنات كيغطيو هذه البدايه هذه. ديروا لايك للفيديو، حطوا لي كومونتير، الزربيه غنبدلها اليوم ان شاء الله. انا تنقول لكم كلمه سايي، ما كنتعطلش اختي، كتعجبني شي حاجه اختي تتقلقني، ما كنقدرش نقارديها، سي با بوسيبل، كنقدرش البنات. واخا قالوا لي البنات لا لا غير عطله ديباني بها، مي ما قدرش نتحمل داك الصالون هذا، ما عجبنيش با ديت وما عجبنيش نهائيا. غتقولوا لي يا نازي ادخل في موضوع، عندي جا نجيب واحد الديكور، عطاتو لي واحد صديقتي، عطاتو لي كادو غير البارح سبحان الله، بحال العلمات غيجيني الصالون ديالي اليوم. على ريحه فيها خصني نفتحو، واحد الشميره وبدات كدوب مهمتي بس بسميتو بالحراره. غادي نديرها هنايا باش تبان لكم يا اختي. اوكي صافي، نطفي التلفازه باش ما تجيناش حقوق طبعا النشر، ونوريكم صالوني الجديد واعطاني الراي ديالكم. هذا رخيص من الاخر، هذا غير 70 درهم، الاخر كان 100 درهم وقيله، ولا 100 درهم وش حاجه، غير 70 درهم للمتر. مانيفيك، يلا واحد جوج ثلاثة. الزربية غنبدلها، ما تفكروا كاع في الزربية، تنشعل لكم الضو اختي. صالوني جديد، فوالا فوالا، ها الصالون ديالي الجديد، ما فيهش كثرة المخاد، التيسو ديالو مانيفيك. شتو البنات، شتو كي جا؟ نو نو ايناس، يلا بغيت نوريها لك، تقعدي تقعدي. هاد الزربيه غادي نبدلها، هادي ما ننصحكمش بها نهائيا، هاد النوع ديال الزرابي. نو 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 ليزون فوا سورتي سورتي، خلوني نبري نبين برا برا، سو ديتوندغ، ما بان لكم سو ديتوندغ، حتى بديت نصور انا. والبنات هذا هو الصالون ديالي الجديد البنات، شوفوا الشكل ديالو زوين، التوب ديالو انايا تخيلتو الكاليتي قل من هادشي، لان غير 70 درهم قلت غتكون الكاليتي عيانه، مي فرانشمون توب 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 توب. شوفوا البنات، وما جاش هاد الحفافه هادي، هادي شوفوا كي جات زوينه، كيف قالوا لي البنات خاصها تجي هكايا، دار لي جوج مخيدات هنايا هادو بهاد اللعيبات هادو، نتمنى يبقاو في بلاصتهم مع الدراري الصغار كيوسخوا. الزربيه غادي تحيد اليوم، نجيب شي زربيه من القاف حتى للقاف. شتو البنات انتم معايا؟ اه، و الطبله خصني نعيط لهذا اللي دار لي نيت سميتو، يدير لي الطبله 70 درهم البنات، درتو عند واحد السيد فريمون ومعلم، ما عدي ما نقول. فوالا 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 فوالا، لا عطوني الراي ديالكم وقولوا لي كي جاكم.
الي با طرو شارجي ما كاينش مخد بزاف بحال هذاك 70000 مخده حتى حاجه ما باينه ما زوينش فريمون كيعصب هنا ما معمريش القناتي هنايا ما جاش عامر شفت تبارك الله هنا كي جات المخده وافيه وعامره وزينه راه سبحان الله قاعد اللي جيت انا اللي لقيتهم طوب طوب كاليتي انا اللي لقيتهم هذاك خونا دبرت ليا فيه فاطمه ويك ويك الحق وقلتها ليه قلتها ليه انايا راه عاود لي عاود لي حاجه مخادله شنو ولكن صافي خلصته صافي الله يعاوني يعني ما حكرتش فوالا فوالا البنات قولوا لي الراي ديالكم على الصالون ديالي الجديد اشنو بان لكم فيه ماذا تقولون رايكم يحترم كل واحد عنده لوغو ديالو كاين اللي تعجبو الذهبي كاين اللي ما تعجبوش اي لي زانفوزيت انا راه قلت لك يدخلوا تمايا وراهم دخلوا لي دابا للبيت ما يمكنش هاد العطله هادي مع البعرك الصغار سي امبوسي اختي الصراحه حاجه غزال عجبني هذا عجبني ارتحت لي ما قدرش نبقى مع واحد الحاجه ما عجبتنيش يبين فيها الديف وبين فيها البلاصه ديال التيكيتا ما 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 داير لي هذاك الشيء الونسيان لا سنس لا لا والو بحال هذا شفتوهم مقرومين على على البونش مقرومين ماشي بحال فوالا فوالا دابا ما عرفتش نسوني دابا غير على لو طابي شنو ندير شمن لون ندير الله يرضى عليكم لان كاين هنا بزاف البيج الفوق ثاني وريتكم شوفوا راه اسورتي اسورتي ايوا نصحوني دابا لتحت اش غندير كيبان ليا ندير واحد اللون بحال النقشه اللي الفوق من القاف حتى للقاف ما عرفتش قال لي سميت هذاك الدري اللي خصني نمشي عنده عنده زرابي غير ب 100 درهم وشي حاجه للميترو زوينين سعيله شنو المهم باقي عندي الواتساب ديالو دابا نسولو باش يعطيني التدقيق وصافي وهاني معاكم ايوا اختي التريبي خليته في لافواتور غادي نقضيو غير بهذا كنت نشوفو فوق فوقاش حاطه التليفون غدا تنديرو نصور ليكم فوقاش حاطه الو هادي تاهي شريناها من مرجان دابت الله يستر ولي خادمينها بالسم والله الا دابا شوف شحال بقى فيها غادي نشريها شي حاجات اللي كيغسلو بيهم عند العطار هادو القهويين هما مزيانين نغسل هاد العجب هذا نوريكم لا صالاد اللي درت غير صالاد ديال الروز عزيز عليها راني كتسنى فيها تدخل ليا وفاطمه مشينا دوزنا ليها البارع عند في واحد لا كلينيك دوزنا ليها في كلينيك واحد ربي السلامة دوزنا ليها فواحد الكلينيك معروف هنايا في القرعه بيانسور مغندخلش الاسماء تقريبا شي 120 ولا 140000 ما بين تقريبا 120 حيتاش عا السكانيا شحال السكانيا داروا ليها ب 27000 27000 التحاليل هادي هادي وحتى واحد فيهم ما قال ليها بانها عندها كيس مي سي با نورمال سكانير الزمر لي ايكوغرافي حتى واحد ما قال ليها راه عندك عندها كيس مي سافا با مشينا غير كونسلطاسيون عند كلينيك اخر غير كونسلطاسيون باش نقول لكم كونسلطاسيون هنا في هاد الكلينيك الثاني اللي مشينا ليه ب 20 اورو انا الاخر مشيتش ليه انا مشات لي اختي هي اللي دات امي الاخر اللي مشيت ليه درت ليها الكونسلطاسيون غير البارح كي دخلات دار ليها الايكوغرافي عندها هنايا عرفتوا الركبه هنا عندها الكيسات يعني عندها دي كيست عندها جوج واحد كبير واحد صغير هو اللي كيكونسيها ملي كتمشي بزاف كتكوانسا ديريكتو لو ميديسان قال ليها الحاجه قال ليها راه عندك جوج ديال لي كيس هاكا صورهم لينا شحال من المليمتر فيهم كي عندك دابا هاد لي كيس هادو شحال تقدر دير لهم عمليه باش تحيدوهم قال ليا نو قال ليا ما يحتاجوش عمليه دابا لان قال ليا السيده باقا يعني ماشي وصلت لواحد الدرجه اللي خاصها تحيد لي كيس كوخرين قالوا اختي راه ممكن دير عمليه ممكن سبحان الله يعني اي فو فيغ تري تري اتونسيون سي با باسكو سي بريفي كلينيك راهم اونيت فو فيغ تري اتونسيون عند من كتمشيو راه كاينين فريمون اللي ما كيخافوش الله باغيين غير الفلوس يبقاو يجيبو ويديو فيكم ويديرو لكم دي سكانير ويديرو لكم دي زيكوغرافي وما يعطيكمش اصلا كو هنا درت غير كونسلطاسيون يعني كون نقولوا هذا ميدسان جينيرال ديال لا كلينيك شدينا النوبه
وصلت لنا النوبه، دخل دار ليها الكونسلطاسيون، اي دار ليها كما تنقولوا الجهازه، وشاف لي كي شكون بعيني معنا حضرت معها كيس كيا واخا دار لي على عليك لا كونسلطاسيون، شاف لي هذوك لي كيست رجل فيها كيس كبير وكيس صغير، ورجل فيها كيس جيل غادي يكبر يعني فهمتي غادي تيدير وهي ما بقاش قد تزيد، صبط لها واحد صبط قاسم قال لها الحاجات هاد الصبابط ما تلبسيهمش قاسمين، هو كيدوز ليها وهي كتقول لي واه خسرت 120 قالت لي عاد واحد وراه كلهم كيقولوا وين تقلا درتي العيالات واش حق تقلا ديال الفلوس وهادي، هو تا هو الا غيانا افيخ هو مالو مسكين اش دار لي، صافي دوز ليها صراحه قال لي عندها لي كيس وعطانا غير تريتمون اللي تاخذها فيها جوج ديال الدويان وفيها كريم ديال بحال ديك اللي عندنا حنايا ديال النقار وتلبس شوف انا اللي ما تخلي واحد يصور ها تشبكوا جو كومبرون باسكو تي دي انا عايز جمله مفيده كيسكو تي غابون داكوغ اوكي نكمل غدا شو نخل بارلي افيك دي جون تي فوالا شو نخل بارلي افيك دي جون نكمل لكم بعدا قلت لكم البنات الكونسلطاسيون اللي دارت دار ليها التلفازه انا كنت حاضر معاها بالتلفازه بانوا لي هذوك لي كيست جوج كيس هنايا وكيس هنايا قال لي هذا سي نورمال مع لاج مع داك الاحتكاك وتخربيقت ما قادوش يديروا ليها العمليه لانها باقا كتمشى سي فري مي كتكوانسا طونزون طون كتبقاش قد تمشي مي خاصها تلبس سبريلات بحال دوك ديال ديكاتلون الرطبين او ميديكال انا غنحوصلهم ليها من 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 فرنسا و شنو ثاني خاصها دير تاخذ الماء بزاف وتبع التريتمون اللي عطاها ليها فيها جوج وحده واحد الفانيل كيتشرب غير من ورا الغدا وواحد كيتشرب 3 فوا بار جو و هذيك لا بوماد ديال المساج اللي كدار 3 فوا بار جو دابا راه مشات دير التحاليل مع اختي باش هذوك التحاليل ردوهم ليهم في السيمانه خرجت خلصت 20 اورو هي 4000 ريال فوالا هذا ما كان جيت تري تري كونطونت تري تري كونطونت بارابور في مشات اختي والاثمنه اللي خلصنا وحتى واحد ما قال ليها كيس يعني ما قالوش لها كيس سي با نورمال وديت عندهم هادو وديت عندهم سبحان الله حتى خويا قالوا لي ما نقدروا نديروا ليه والو خويا فاش طبخات ليه حال كراكون تما وقيلا ما عندكمش علم بهادي لانني كنصور بلوس في الانستغرام تبعوني بلاس في الانستغرام نزيها شانل نطلع ليكم تبعوني راه كنبارطاجي اليوميات ديالي تولي جو حيتاش ما كاينش المونتاج بحال هنا هنا كنبقى ندير المونتاج وداكشي مع لي فاكونس جي با الطون ما حتى هما يردوني نفسو نيت هذا اللي معروف كيمشيو ليه الناس بزاف ردوني ما بغاوش يداو ليا خويا خويا كان عنده واحد المشكل خايب كان عنده واحد الميكروب كون بقى الله يستر يطلع ليه الراس وقتلو وشحال من بنت وصلت معايا في خاص قالت لي اخويا كان عنده نفس الشيء وخافنا فيه ومات الله يستر الله يستر الله يحد الباس مشيت ديتو حتى لمراكش ديتو سميتو مراكش ديتو حتى محمد السادس لقيتو عامر ماشي عامر راه اوغيبل ما تقعديش تموتي تمايا عطوني الرقم 189 باش نقدر ندوز انا يعني قدامي 188 واحد ايماجيني يعني خصني نبات نقات واحد السيمانه تخلعت 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 البنات تبعوني في الانستغرام فرونشمون تبعوني في الانستغرام تشوفوا كاع لي نوفو لي كاع اليوم ديالي عقب رجعت هاد الكلينيك اللي شفت عندو البارح باغازا درت درت جي بي اس جاب لي سير عندهم حيتاش هادوك مابغاش نرجع عندهم ردوني ديت عندو خويا هاد السيد هذا هاد الميدسان هذا كنعرفهم ما عندي بينهم حتى شحال عطاه لي لو جي بي اس مشيت عندهم فرونشمون هادو نفس الميدسان عطا ان بون تريتمون خويا قال لي ما يدير لا تلفازه لا والو غير هو قال لي بلي الدواء يمشي حيد الطقس لان سي دون كتدير لي واحد الميكروب هذاك الميكروب ممكن يدير ليها بطاطا نخرجو الدم وكيطلع ليه الراس ويقتلو قال لي بزاف ديال الناس كيستاهلوا بهذا الشيء بلي كنقرع ولا من فخره ولا حالته ودابا راه ولا لاباس عليه خصني نذكر باش يمشي الحمد لله الطبيب فوالا فوالا المهم هاي المعلومات ديتوها خصوصا الناس ساكنين في نفس المدينه اللي فيها انايا يديروا بها يعني 20 اورو 4000 ريال عوض مدن راه هو واقيلا ميسان جينيرال كيقول لكم اشنو كان كيقدر يرسلكم ديروا شي حاجه ولا ما كديروهاش خصو نصدو هذا ما كان دابا خليه يا وليدي نغسل ليا سبحان الله راه كاين بزاف انا وباه باغابوغ اون فونس عرفتي يحس بالنقص عرف مالو
كيما هادي بغيني نهزو بغي بغا يخرجو سي انكرويابل. المهم غندير الحوت ب باش نكبر بالصلاه ديال غير غادي نشارك معكم ان شاء الله. نتمنى غير اختي وما يدخلوا ما عرفتش واش عيطوا النتيجه ديال التحاليل ولا حتى الغدا. المهم غير ضروري ترجع عندو السيمانه ما عرفتش واش نخلصوا ولا ما نخلصوش جو سي با ما عرفتش واش نخلصوا مره ثانيه ولا ما نخلصوش. المهم غادي نرجعوا عندهم ان شاء الله مرخودي ولا جودي. حتى جديتها انا صامدي نو جديتها فوندودي نرجعوا عندو مرخودي ان شاء الله. الماء سخون وهذا شفتو حتى هو كي دارو ليا خاصك لي طاكسي. لا حول ولا قوة خاصني ندير ليه خاصني ندير ليه غير هذاك راجي خايب ولكن معليش سخون صافي ايوا ما كتبش خاصني ندير ليه تيو تيو ولا شي حاجة زوينة غنشوف هذاك الدري كيفاه ليا الضو يدير ليا شي حاجة زوينة. دابا ميمكنش على هاد العلو ديالو ويكشف العلو يلا وانزل خليه يغسل معاك. شوفوا لي هاد الجبنه هادي راه ما تبانش لكم في الصوره. دابا حمزه قلت لي جيب لي واحد تيبيغوار تكون مويه ندير فيها الروز سلطه ديال الروز. شوف جاب لي هاد الجبنه هادي ما وريتكمش الاخرى اللي جابها. نشوف شوف قداش هادي راه قد دوار نوريكم الاخرى. اولي قلت لي هادو كلهم ندير فيهم الروز ما قال لي يردهم قلت لي لا لا خليهم صافي اللي عطى الله عطاش قداش. تيجي السبيرات غير مويان. شوف قداش جابهم راه ما تيبانش ليكم راه ها شوفوا قداش شوفوا قداش. هذه فيها كيلو ديال الروز نديرها في الثلاجه معكم. هذا الفيديو البنات نسيت ما صورتش لكم راه ما درتش غير صالاد دو غي درت حتى الحوت هوايا. مي الحوت قلت لحمزه جيبوا لي طالع عطيتو 30 اورو جاب لي الحوت. يا حوت منك يا حوت الكالامار الحوت فريمون حوت زوين ما فيش كاع السردين وانا عزيز عليا السردين. المهم هذا ما تيديرش السردين. وامي تغدات مسكينه وراه مشات للعربيه هي تموت بالعربيه اختي ما تقعدش. خلات لي التحاليل تا خليهم تنردها وسط السيمانه. وشوف هاد البعلوك هو تالي مصور معايا هنايا. هذا ما كان البنات بالنسبه لهذا الفيديو هذا. نتمنى يكون عجبكم. اعطوني راي ديالكم على سميتو ديالي ونوض اختي نتهلا في راسي ونوقد راسي ونتجمع شويه. هلا لكم تشي التليفونات لو يجي التليفونات. يلا بسلام عليكم.